عليكم ليله زوينه تبارك الله دازت في مدينه تيسا لمهرجان تبوريضه ديال تيسا. اول مره غادي نشارك في هذا المهرجان. هذا انا اللي عجبني في هذا المهرجان صراحه او الناس ديال البلاد الله يعمر ليهم الدار، الجمهور في المستوى، السلطه المحليه في المستوى، الدرك الملكي، القوات المساعده، كل شيء داز مزيان. واللي عجبني زاد عجبني بزاف هو الجمهور، الجمهور كان في المستوى صراحه. التفاعل ديال الجمهور؟ تفاعل الجمهور وراكم سمعتوا كل شيء بعينيكم. واش كان شي اختلاف ما بين مثلا الجبال ديال الامازيغ ما بين الجبال ديال تبوز؟ واش كان شي اختلاف ما بين انهم ما كيفهموش اللغه الامازيغيه؟ يعني واش تجاوبوا مع حيت انا كل منطقه نغني ليها ديالها. انا بالنسبه للجبال تيسا نعطيهم سميتو ديالهم ديال الاطلس ديالنا، نعطيهم سميتو اللغه ديالنا. انا فيما مشيت كان عندي جمهوري الحمد لله كبير. شنو السر عبد العزيز انك فيما مشيتي الجمهور كيتجاوب معك وكتلقى واحد الحب؟ حيت انا كنقلب على الجمهور باش يبغيني. ما يمكنليش انا ما نجي بعد حتى كيطلبني الجمهور، ولا ما طلبش الجمهور ما يمكنليش نجي. الحمد لله يقبل كاين كبير في المغرب كامل، نمشي من طنجة للقبيله.